الشاي. أنا شريكة في مركز One World للتدريب والاستشارات. أنا بشتغل مونتسوري، ده برنامج بتاع أطفال، بشتغل المناطق المهملة والعشوائية. بنعمل الكورس، بنعمل التدريب نفسه بتاع الدبلومة يعني. اللي عرفني على أحمد بهاء كان إن إحنا بنعمل كمان مخيم لناس من فلسطين، يعني أطفال، نعمل لهم ريكريشن هنا في مصر، وعزمناه مرة إنه هو يعمل معاهم درام سيركل. ده أول مرة عرفناه. بعد كده بقى ابني بقى هو تولى الموضوع، ابني ابتدى بالدرامز العادية الكبار دول، وبعد كده قلب على بيركاشنز وشدني، لأن أنا أصلاً بحب البيركاشنز جداً، يعني دايماً بحس إن الدرامز بتطلع بنسمعها بقلبنا مش بودننا. إحساس حلو، أنا طول عمري بلعب بيركاشن وبحب ألعب، فده بالنسبة لي إحساس، ده اللي بعمله طول الوقت، أنا حتى لو قاعد في أي حتة بلعب، فده بلعب. حاجة بتتعمل في حتت كتير في كل حتة ومن زمان قوي، وفي منها نوعين، واحدة اسمها Community Drum Circle وواحدة اسمها Facilitating Drum Circle. الكوميونيتي Drum Circle دي بتبقى Drum Circle، يعني دايرة من الطبول المختلفة، والناس بتلعب من غير أي توجيهات، من غير أي حاجة. بتتعمل في حتت كتير قوي، بتتعمل في أمريكا، بتتعمل في كندا، بتتعمل في أي بارك، في أي حدائق عامة. كله بيبقى ان الناس بتخبط مع بعض وبتنبسط، واللي عايز يرقص بيرقص، اللي عايز يعمل حاجه. بعد كده في النوع الثاني اللي هو الفاسيليتنج درام سيركل، اللي هي اللي احنا بنعملها، اللي هي بيبقى في حد واقف بيوجه الموضوع، لان هي بتبقى مش مطلوب ان الناس اللي بتلعب فيها تبقى ميوزيشنز او عندهم اي خبره عن المزيكا او الايقاع او اي حاجه. هو بتعتمد على البصر، يعني ان هي بتبقى مخك متدرب على البصر او على الحاجات اللي بتشوفيها اكتر ما المزيكا مثلا، فبيبقى باشارات اللعبة تبقى مني بيفهموها بالنظر، فبتقلب ان هي كده لحد ما بعد كده بنلعبها كذا مره لحد ما بيقدروا يلعبوها مع بعض. بس بعد كده الفاسيليتنج درام سيركل دي بداوا يستخدموها في حاجات كتير قوي، ان هي لقوا ان هي بتجنريت بوزيتيف انرجي او طاقه ايجابيه، وبداوا يعالجوا بيها كمان ان هي بتجنريت سيلز اسمها NK سيلز، اللي هي الناتشرال كيلينج سيلز او الناتشرال كيلينج سيلز، الخلايا اللي هي بتقتل نفسها بنفسها، او بتطبق انا مش عارف بقى اسمها ايه بالعربي، هي اسمها ناتشرال كيلينج سيلز. NK سيلز دي لو ان هي بتعالج كانسر، وبداوا فعلا يعالجوا بيها كانسر بره في حتت كتير قوي يعني. فكل القصه ان بدات انا لقيت انا اصلا بلعب بيركشن من زمان، يعني عازف يعني موسيقى، بعدين لقيت الموضوع موجود بره. ففي حد اسمه كلاني في امريكا، خدت معاه كورس صغير اونلاين، وبعت لي كتب، وكنت ببعت له فيديوز. هو بيركشنست معروف جدا، لعب مع ناس كتير قوي يعني بره معروفين، واتعلمت الموضوع منه، وبعدين بدات اعمله. بيتطور طبعا مع الوقت، وبيبتدي ممكن احط افكار من عندي، ممكن اشوف بيعملوا ايه بقى.